استاذ مصطفى قال كلمه، ابتدى باول كلمه قالها المستشار امبارح: احنا داخلين على كارثه. وقال انا عضو عامل في نادي الزمالك، هخش واطلع براحتي، انا عضو عامل، بس انا وولادي مش هنسيب النادي. انت شايف الموضوع دوت قلق كل الزملكاويه مش كده؟ طبعا بالتاكيد الناس كلها خايفه على نادي الزمالك، وهو اول واحد خايف على نادي الزمالك، بس هو يعمل ايه؟ لكن زي ما بيقولوا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني هل وزير الشباب والرياضه بعد ما جرب ان هو عين 3 لجان في سنه واحده، وكل الناس كانت مستاءه جدا، وكل الناس عماله تصرخ، وكل الناس عماله تهاجم وزير الشباب والرياضه، لكن هو عمره ما شاف هجوم في حياته قد ما شافه في السنه دي، لدرجه ان في ناس كانت بتروح للحرم بتدعي على وزير الشباب والرياضه عشان عمل لجان، عشان عمل لجان داخل نادي الزمالك. لما نادي الزمالك في السنه دي يعمل قرض ب 100 مليون جنيه من قيمه الاشتراكات، يعني انتم لما مجلس اداره رجع لقى كل الاشتراكات، كل الفلوس بتاع الاشتراكات كلها رايحه، معمول قرض. لما عمل الشريط على قناه نادي الزمالك، المستشار امر بان هو يتشال الشريط ده، ان انت تتبرع لنادي الزمالك. لما بقى في مشاكل لعيبه كانت عقودها 8 مليون جنيه وبقت 24 و30 مليون جنيه، زي ما سمعنا امير قال امبارح في المؤتمر الصحفي، واتكلم ان هو رجع لها كوارث موجوده معموله اللجان. لما عادي جدا مدرب اجوستي يروح النادي الاهلي فعاد اللجان، لما احسن لعيب في الزمالك كان جايبه محترف يروح النادي الاهلي فعاد اللجان. لما يطلع بقى خالد مرتجي مع الاستاذ عمرو اديب ويقول لك ان انا صاحبي هاني شكري والاستاذ حسين لبيب دول اصحابي، وان احنا متحدين مع بعضنا وان احنا بنتحدث مع بعضنا، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انت عايز نادي تابع وليس نادي قوي، نادي منفصل، قوتين موجودين. زي ما الاستاذ قال امبارح الاتحاد السوفيتي لما جه جورباتشوف اتفكك بقى عده دول، خلاص بقى سهل ان انت تنال منه وبقى فيه قوه واحده. لكن من 2015 بقى فيه قوه عظمى اسمها نادي الزمالك، ما قصاد النادي المنافس. فنادي بيعرف ياخد رئيس، بيعرف ياخد حقوق النادي كويس، بيجيب حق رعايه كويس، بيجيب شركات، بيعرف يجيب الفلوس من زي ما بيقولوا يعني من التراب بيتحول لماس في ايده، زي ما بيقول بيقدر يتصرف. قول لي لجنه كانت بتقدر تتصرف ازاي؟ كانت بتروح للوزير وتقول ادينا. طب ماشي، احنا فرضنا دلوقتي ان انت مثلا هتعمل لجنه او هتحل مجلس اداره او هتعمل، طب انت هتجيب فلوس النادي منين؟ هتفك الحجز، حتى لو فرضنا انت فكيت الحجز في كل البنوك، انت ليك 100 مليون جنيه. انت عليك دلوقتي يا كابتن مفروض ان انت تدفع فلوس لقضايا المجلس الحالي ليس طرفا فيها في الفيفا، ممكن توقف لك القيد، هتدفع منين؟ هتجيب منين؟ حتى الفلوس اللي انت هتفوت حاجز عليها هتروح تدفعها للفيفا عشان القيد بتاعك يستمر، مش هيبقى عندك فلوس برضك، هيبقى عندك هتبقى الخزينه بتاعتك صفر. لما مش عارف انا قاري خبر كده ان باتشيكو حصل على حكم مش عارف مليون دولار، لان طبعا لما جت اللجنه المبجله مشت باتشيكو، ما نعرفش مشي ليه، ما كانش الراجل عمل اي حاجه خالص، كان طبعا عشان كان متعاقد فعادوا مستشار مرتضى منصور وجابوا مكانه الفرنسي الهارب كارتيرون وشالوه. الراجل رفع قضيه في المحكمه الرياضيه، ما اعرفش كسب او ما كسبش، زي ما اعرفش الخبر ده صحيح او غير صحيح. مليون دولار هتدفعهم منين؟ فانت داخل فعلا على كارثه، انت كارثه، انت عندك ديون هتسددها ازاي؟ لكن الراجل بيعرف يتصرف، بيعرف يجيب فلوس. انا سمعت حديث لوزير الشباب والرياضه كان مع كابتن احمد شوبير في قناه اون، فكان بيساله على المستشار مرتضى منصور، فالراجل قال له ان هو رجع لقى النادي ما فيهوش فلوس، لقى النادي ما فيهوش فلوس خالص. فالراجل قدر هو يجيب موارد للنادي ويتصرف لانه شاطر، قال كده بالنص قال ان المستشار مرتضى منصور رجع لقى النادي ما فيهوش فلوس، الراجل قدر يتصرف ويقدر يجيب موارد وقدر وعمل انجازات داخل النادي الزمالك واشاد بيه. لما جه الوزير يفتتح الصاله بتاع الجودو والكاراتيه وقدام كل الاعضاء وكان الميكروفون الداخلي شغال، سال المستشار مرتضى منصور وقال له انا عايز اعرف انت بتجيب الفلوس دي منين. لما جه عرض على المستشار مرتضى منصور ان هو ياخد قرض رفض تماما. هات لي من 2015 حتى الان مجلس اداره او المستشار مرتضى منصور طلب قرض ان هو يسدد مثلا بفوائد او غيرها او غيرها او غيرها. ف
فالراجل كان بيتصرف. لما رجع ولقى اللجنه المعينه اتنازلت عن القضيه اللي كانت مرفوعه على احد البنوك في سور نادي الزمالك مقابل 20 مليون جنيه، وهو كان عامل ب 100 وحاجه مليون جنيه، كانت كارثه. رجع الفلوس تاني، قال لك لا، العقود دي غير سليمه لان اللجان المعينه غير معترف بها وغير شرعيه. قدر ان هو يوصل لاكثر من حوالي 140 مليون جنيه يا كابتن، او 150 مليون جنيه بعقد رسمي، وبرضك احد البنوك التانيه وغيرها 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 قدر ان هو يرجع نادي الزمالك. فاحنا لو جينا اللجان، جينا لعصر اللجان تاني، هنبقى في كارثه فعلا. خدوا قرض يا مصطفى، خدوا قرض بضمان العضويات. ما لو انت قلت مصطفى.